ومن أجل أخبار الصلح بين الناس قصة الصديق رضي الله عنه مع مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة الصديق، وكان من المهاجرين في سبيل الله مسكينا لا مال له، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وكان رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، وقد ولغ مصطح ولغة في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا بعدما قال ما قال في عائشة. فمن الذي تولى الصلح بينهما؟ لما أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله جل وعلا على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع الله جل وعلا وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، فإنه تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، فأنزل الله سبحانه قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قال ذلك في مقابلة قوله الأول والله لا أنفعه بنافعة أبدا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهي معاشر الأحبة قصة عظيمة جدير أن تنشر، ولا سيما بين المتخاصمين، فإن لها وقعا كبيرا وتأثيرا بالغا في الإصلاح، فإن الذي تولى الصلح فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى.